على وقع مسار تأليف الحكومة المسيطر على الساحة اللبنانية، لم يغب التدقيق المحاسبي التشريحي في حسابات المصرف المركزي عن هذه الساحة، ولو أراد البعض ذلك وعمل لهذه الغاية. فغدا تنتهي مهلة الأسبوعين التي أعطتها شركة ألفاريز أن مارسل إلى وزارة المالية للحصول على المعلومات التي طلبتها من المصرف المركزي لإتمام مهمتها. وغدا وفق معلومات الأو تي في يصل إلى لبنان من دبي المدير العام للشركة جيمس دانيال. أولى الاجتماعات سيعقدها الأربعاء مع وزير المالية غازي وزني، والاجتماع الثاني مع حاكم مصرف لبنان رياض سليمي، ليعود من بعدها إلى بعبدة، حيث يصر رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على تحقيق هذا التدقيق، فيضع الرئيس في جو محادثاته ويحيط القصر بالعراقيل إن وجدت، والتي تحول دون إتمام مهام الشركة. وهنا من البديهي أن يكون الأمل بأن تتوافر للشركة المعنية عدة الشغل، أي الأجوبة والمستندات التي تمكنها من أداء مهمة التدقيق على أكمل وجه. لغاية في نفس يعقوب، أريد لعقد التدقيق الجنائي المالي ألا يبصر النور، لكنه في نهاية المطاف سيبصر النور وستعرف الحقائق والأرقام والأسماء. فترة كانت مخالفة بعدم الالتزام بتوقيع العقد الأساس، وطورا عبر حجب بعض المعلومات ومخالفة رأي هيئة التشريع والاستشارات والتذرع بالسرية المصرفية. فما هي القراءة القانونية للخبير الدستوري عادل يمين؟ العقد أغفل تماما تطبيق المعايير المعتمدة في هيئات التحقيق الخاصة في العالم، حيث يسمح إزاك في حالات التحقيق الجنائي خرق أو تجاوز مبدأ السرية المصرفية، وهذا ما كان يجب العمل به. لبل أكثر من ذلك، تم تسجيل ملاحظة في العقد أن حول وجوب مراعاة القوانين اللبنانية، وهو أمر بديهي، ولكن تدوينها في هذه الصيغة كأنه يقصد به التأكيد على أن هذا العقد يراعي السرية المصرفية، على الرغم من أن هناك نصوصا قانونية أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع ومكافحة الفساد وموضوع مكافحة التهرب الضريبي تسقط السرية المصرفية في مثل هذه الحالات، بغض النظر عما إذا كانت تنطبق تماما على حالة العقد موضوع البحث أم لا. ولدى الحديث عن مأزق السرية المصرفية، يرى يمين أن الحل الأفضل للخروج منه يكون عبر إقرار اقتراح قانون تكتل لبنان القوي. في الواقع الحل الأبسط والأوضح والأسهل، بعيدا عن أي منازعات قضائية أو قانونية، وبعيدا عن تباين الرأي فيما إذا كانت الحالة موضوع البحث تسقط تلقائيا السرية المصرفية أم لا، تتمثل بالإسراع وفورا في إقرار القانون أو اقتراح القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي، والقائم على إزالة أو إسقاط السرية المصرفية في حالة التدقيق الجنائي، وهذا الحل هو الأضمن والأسرع. بغض النظر عما ستحمله الأيام المقبلة، يقول مراقبون أنه في التدقيق الجنائي المالي اليوم انقلبت الآية، فمن حكم لبنان طيلة 30 عاما متهم حتى تثبت براءته لا العكس. وللحديث تتمه.